سيس كالوب 100 جرام فلفل حلو أحمر 70 جرام، يعني كم حبة بدنا؟ يعني حبة تقريبا، حبة خس أحمر 60 جرام، وسمسم 30 جرام، بندورة تشيري 30 برضو جرام، وجزر 50. بالنسبة للدريسنج رح نحتاج 200 ملي زيت زيتون، 50 ملي ليمون، و 20 ملي من السمسم، زنجبيل 60 جرام، وملح معلقة صغيرة. يلا نبلش. أنا شغلت هاد صار زي النار، ممتاز. هلأ محار أول إشي بدنا نعمل فيه، أهم إشي إنه نسحب المي منه. نسحب المي منه بهاي الطريقة بالضبط. هلأ لما نسحب المي منها، على فكرة هاي الخطوات الأساسية مهمة، التحضير. يعني مرات بيحكوا طب ليش ما زبط معي، بس يمكن لانه فيها شويه مي، مرات بخرب الطعم. بتعرفي لما تسحبي المي منها لونها بتاخذ لون بسرعه، بيفرق. صح، لما تنزل ميتها بالمقلاي بتصير تبرد المقلاي، بيصير اللون عفاتح، بتطول، فانت بتطبخيها زياده لعبه ما تحمر. طيب هلا من فلفل وملح شويه. ايوه بالضبط، فلفل ملح، هي هيك خلصنا فلفل. طيب هلا اوكي، هلا بما انه احنا عملنا هاي الخطوه خلاص احنا صارنا جاهزين اللي نحطهم بالمقلاي. بدنا نستنى المقلاي لتحمى. الجزر للسلطه راح نخليه زي ما هو، ما راح نطبخه. بس لنفس السلطه؟ لا انا شغال لنفس السلطه. اوكي. زيت زيتون برضه؟ زيت زيتون. بس بصراحه انا راح اغش. هلا بقول لك شو راح اعمل. تاخذ ايش؟ مرقه؟ شوي، لا شوي زبده، شوي بس. شوي حطينا، احنا ما حطينا كثير. اوكي الناس راح تقول لي طب احنا كالوريز وبنحاول نخفف، بدنا ناكل هيلثي وهذا. اوكي تاتش بسيطه ما حتاثر كثير، وحتشوفي قديش راح تعطينا طعم ولون للسكالوبس. هلا اللي راح نسويه راح فورا. نحطهم بالشكل. طبعا هلا رح يصغر حجمه كثير. بكمشوه؟ طبعا. اوكي هلا شوفي اللون ما لازم نقلبه كثير. اوكي مره خليه يتحمر 100%، بعدين اللي بيه مره خلص بكون استوى. بكون استوى، بكون جهز سريع. الموضوع أوكي. جدا سريع. رائع. شفتي قد ايه اخذ منه وقت؟ قد ما اخذش منه دقيقه. لا دقيقتين. هلا بس نتاكد انه الوجه الثاني صار بنفس اللون، فورا بنرفعه. اوكي وذاتس ات، بنخليه هيك بكون استوى وجهز. تمام. احنا بنعرف انه السمك ما باخذ اصلا، هو ما باخذ وقت كثير لينطبخ. اوكي هلا زي ما عملنا بالجزر رح نعمل بالفلفل الحلو. طبعا بنرجع بنحكي لك شغله، انه السلطه اللي انت بتعمليها في البيت مش شرط انك تتقيدي في التقطيع اللي احنا بنشتغلها او بالهاي الشغله، ممكن تكون سهله عليك في البيت انك تعمليها مربعات مثلا. اذا بدك تعملي كميه كبيره قطعيها مربعات مو مشكله. محمص. يس. فاللي رح نعمله رح ناخذ السكالوب ونغطها بالسمسم. يا عيني بهذه الطريقة. ساعدك شوف فيهم؟ ايه ساعدك فيهم السكالوب. خلص اوكي، شايفة كيف بيطلع منظرها؟ راح نحطها على النص. وهلا هاي السمسم زي ما هو ولا كان محمص؟ محمص. تقدر تستخدمه زي ما هو على فكرة. بس مع التحميص. شكرا للمتابعة، وما تنسوا تشتركوا في القناة لتشوفوا كل شيء جديد.